لما نشوف بقى عم امير عيد والحوارات اللي عاملها دي. استنوني يا رجاله هنا بس اخش ادور عليه جوه. انت فين يا عم امير؟ انا في مكتب الزعيم اللي عامل مشاكل في الرايحه وجاي وعمال يبعت فيديوهات ويقول لي حطيت لك الحاجه على اوليكس واشتريها. انا بقى جاي اخلص الحوار ده دلوقتي عشان نجيب له اخر. انت فين يا عم امير؟ طب انت اطلع يا عم. انت بقى بتحور ليه وعمال تعمل في فيديوهات وبتاع؟ عايز اخلص الحوار ده دلوقتي. عمال تجيب لي في حاجات تقول لي احطها لك على اوليكس ومش عارف ايه. امسك يا شريف عشان اخلص الحوار ده كله قدام الناس. خش يا رجاله تعالى نخلص. الساموراي والحاجات دي عايز تقع يمين ولا شمال؟ عايز تقع يمين ولا شمال؟ الله يوقعك. خلاص. ما تعملش كده تاني يا امير. لا مش هتعمل. امسك. بس ما تعملش كده تاني. خلاص. انفراح.